كورونا ينعش سوق الدراجات الهوائية في بغداد، حيث شهدت مبيعات الدراجات الهوائية نقلة نوعية في ظل انتشار فيروس كورونا. سبب هذا الوباء والمرض اللي إن شاء الله الله يبعده عنه، بدأت العالم محجورة بالبيت، فبدأت العالم ضاجت يعني من قاعدة البيت، فبدأت تأخذ دراجات هوائية وتمشي بها تونس، هم رياضة وهم شوي يكسر الروتين مال الحجر المنزلي. وأصبح استخدام الدراجات الهوائية وسيلة للوصول إلى العمل مع تفادي وسائل المواصلات العامة المزدحمة أو لإنجاز المهام في وقت أصبح فيه التباعد الاجتماعي أساسياً لتجنب تفشي الوباء. طبعاً الدراجة الهوائية تحرك كل عضلات الجسم، وخصوصاً في وقت الصباح الباكر وقبل المغرب، هاي تكون الشمس جداً مفيدة لجسم الإنسان، وخصوصاً بعمري أني يعني احس بنشاط كلش كبير، يعني انه هي تمنع شلون اقول لك احسن من التجمعات، فهي بالبايسكل ماكو تجمعات وماكو ضرر عليك يعني كورونا. لم يكن استخدام الدراجات الهوائيه في التنقل او ممارسه الرياضه نشاطا شائعا بين سكان بغداد قبل تفشي وباء كورونا، لكن ومنذ فرض حظر التجوال وتصاعد اعداد الاصابات شهدت محال بيع الدراجات في العاصمه زياده كبيره في المبيعات.